راح اعيشك اجواء كانما انت باكس فورس تريد تمشي بالمطر. شوف كميه المطر بالمطر هي. ومع هذا وكثافه نص محطات معبايه ناس. المطر ما وقف من ساعه من صارت ثلاث ساعات اربع ساعات. ساعتها كانما تمشي بشارع اكس فور تبلل الملابس. انا اليوم الحمد لله ما ناوي اشتري شيء بس جوعان جوعان. هذا الجو مال اكل بس. وين نروح ما اعرف. اول شيء عطور شوي نحسن مزاجنا وبعدين نحسن مزاج بطننا. طبعا اليوم شوي ايضا قلت ناس لانه طالعين مظاهرات اعتقد يم بيت الملك حسب ما شفت الناس بالمحطات متجهين البيت الملك. فما رد نتكلم لانه يحذفون الفيديوهات وينطون يعني مخالفات وتعرف بعد الجو حلو مو بارد الجو كلش حلو. هذا بي احذية حلوة هذا كلش حلو ان شاء الله مر له بالشتاء. شوف هاي الساعة شنو خليها سعرها 699 ما بيها شي مميز ساعة عادية تقريبا 800 دولار ما بيها شي عادي. شو تبيع حقائب هاي بوس كذا جديد. ما احب الدار ما اعرف ليش ما ارتاح لهم هاي ملابسهم. شوف الموي هاي شنو هاي تعمينا عيني حذاء بتسعين باوند مشتري ما اعرف جلد حرامات وما يتأثر جلد اصلا بس شو اسوي. شوف الناس وين خاطلي يوم هذا الجديد مال برادي تعال نشوفه من برا لانه التصوير الداخل من داخل ممنوع. واو شنو الحقيبه كاش شنو جيسون برادي الطليان موتونا والله موتونا الطليان. موديل العسكري منتهى موديل العسكري. طيب هسه هذا شنو اللي بيه حلو تاخذه ب 2000 باوند قريب 3000 دولار او اكثر. شنو اللي بيه حلو ملابسهم القديمة أحلى السودة. هاي السودة حلوة بس غالية غالية يبالغون بأسعارهم. ما نعرف إنه اسم كبير بس مبالغة مبالغة. شوف هناك كولكشن مال هاي مال برية واحد يروح البر يلبس برادة بشرفكم يصير حتى مليونير. ها أي مال مليونير إيه أني مليونير. صوت المطر. شوف الشرطة هاي كل الشرطة على هناك يعني صار يقول لك زحمة. شوف الناس والعالم. خلونا ندخل للمجمع نشوف شكو ماكو بعدين كمل الفيديو لأنه تبللت رجلي عزكم الله. بسم الله. شوف الناس خاطلة ما شاء الله بعد المطر شغال والله. اي والله بعده شغال. خليني شوية تبلل. والله الجو حلو قاعدة حلوة عربية للعود. يا رادك وياي انت بس شو السبب ما تجون يا جماعة. اليوم هواء عالي وأمطار وكثرة شرطة والله بعد مطر كثرة شرطة سيارات بوليس يعني خلال نص ساعة يمكن مروا من يمي 11 سيارة 12 سيارة بكثرة 3 يمروا 2 بسبب المظاهرات اللي طالعين. وهاي الناس شوفوا جايين من المظاهرات يمكن يفرقوهم المظاهرات هناك لأن يجون منك المحجبات والناس اللي رافعين علم فلسطين. الظاهر مبين صار بيناتهم اشتباك لانه تقريبا 11 سيارة 10 سيارات راحوا هناك بهذا الاتجاه وسيارات من ذني الكبار. شلون هذا فان كل واحد ب 6 و 7 ما اعرف الله يستر. والله على هذا الميل بالشارع راح تصير اصابات لانه راح يزحلقون. شوفوا حتى الوي فيتون اخذت معدهم عينات سويت عليهم لعبة واخذ معي معينات. الله يسامحك شو تسوي يا اخي شو تسوي هي هاي الدنيا لازم شوية تلف وتدور. اذا تمشي عدل يدقوك مثل البسمار لف ودور مثل البرغي حتى تقول عدل. بس يعني مو يعني هم برضادهم قلت مارد عينات وطيتهم بطريقة حلوة واخذت معي معينات. هذا الباص لو خاص لو مطعم يمكن خاص. هذا ذا بيرفيوم شوب. ها جو ايضا حلو يسوي عروض حلوه واسعاره جيده لكن ما يجيب عطور نيش. الديزاينر المتوسطه
هذا هم يبيع، لكن ايضا اي بس اسعار يعني تقدر تقول نفس الشركه شويه اقل شويه اقل. هذا بريمارك راد ليوم كامل اجي اصور بي، انا ما احبه من اشم ريحه الملابس مالته تلعب نفسي، ما اعرف لي سبحان الله اني ما اعرف ايش ما تقبلته. اول ما جيت كنت ما اعرفه، اشتريت من عنده وتورطت. مع العلم ما موجود بالمانيا وما شفت من عنده في فرنسا وما شفت حتى بلجيكا، من مرات عليها ما شفت الا هنا شفت. شوف شوف شلون كسرت، شوف شلون كسرت. قبل يوم اشتريته هنا بالرياح، شوف 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 بالرياح تتكسر الرياح. شوف يعني هنا من تجي لندن ان شاء الله ما تشتري شمسيه مطريه، اذا تريد تشتريها اشتري عاديه، لانه مكسوره مكسوره. الطبيعه قويه، اقوى شيء الهواء يعني الرياح، من يقدر يتحدى الطبيعه. ها هذه يبيع ملابس رياضيه وكثير كثير شغلات، بس سكيورتي بي دائما قوي، اعتقد ما يقبلون اصور. هاي من الباب، شوف له ناس طالعين مظاهرات من ناخي طبعا، بس موين ما اعرف، يمكن شارع العرب، انا رايح الشارع العرب اجي ورود. شوف الملابس مال اطفال جوردن، وهذا السنيكرز ما شو اسمه. هذا حلو، منزل جديد، هذا حلو نايك مرتب. هذا اعتقد تعاون مع جوردن، نو لا بس نايك، هذا جوردن ونايك. هذا اذا شوف اخويا يقول لي تعال جيبه قريبا قريبا ان شاء الله يا اخويا. شوف شنو اللي عجبك، شوف هذا الجاكيت حلو نايك، ابو جامع حلو النايك، بس ابو جامع هاي بالغسيل صار لون بيض اعرفه تموله، بس هذا الجاكيت كلش حلو مال نايك. ها مال بنات اديداس، هذا اللوك الجديد، هذا حذاء اديداس مو حلو. ها جوردن هلا، هاي حلوه، هاي الاديداس جوا. صراحه انا افضل جيدي اكثر، يجيب حاجات حتى الشركة ما تبيع من عنده إلا هو، يعني يسوى تصميم بس إله ويبيعها هو بس بجيدي. جيدي أعتقد إن سويت لكم فيديو، ناس كلها تبللت. والله مطر، والله قليل سقل، لكن مو ذاك الجو البارد البارد البارد، بس بي برودة شوي، درجة الحرارة 14. انفكت المظاهرة الظاهر، شوف مكتوب الحرية لفلسطين. اي والله يا جماعه ذكروا الله وترحموا على الناس اللي ماتوا، الله يرحمهم يكون بعونهم. والله يا جماعه والله قلوبنا متقطع عليهم، بس ما نقدر كلش نسوي، يعني الفيديوهات دا تنحذف وينطون تنبيهات، وكثير ناس خسروا حساباتهم، وبالاخير مسحوا الفيديو وما